السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا نوع من أنواع الأوبننج، فيينا أوبننج، وده من أشهر الأنواع، بس افتتاحية خطيرة جدا جدا. لو الأبيض ما انتبهش إليها ممكن تخش بيه في غابات يعني. وإن شاء الله على مدار الفترة اللي جاية هنتكلم عن الأوبننج، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين إن مباراة الشطرنج بتتكون من الأوبننج، الميدل جيم، الإند جيم. فاحنا هنبدأ من الاوبننج 1+5، هنجيب اوبننج وهنجيب عليه 5 مباريات. بعد شوية هنتكلم على الميدل جيم، الاستراتيجي، التكتيك، وبعد كده هنتكلم على الاند جيم. هنبدأ في الفين اوبننج، هنبدأ ناخد المين لاين في الاول. بيبدأ e4، e5، نايت c3، نايت f6، f4، تمام، d5، الخط الرئيسي انه بياكل طبعا، نايت تيك ده الصح، كوين f3، نايت تيك c3، تيك بيشوب e7، d4 تبيت، بيشوب d3، بيشوب e6، نايت e2، c5 تبييت، نايت c6، بيشوب e3، ويبدا يكمل الدور بتاعه عادي، مفيش اي مشكله. ده المين لاين بتاع فيينا. طبعا من الغير متوقع انك انت لما تيجي تلعب في الريت 2000 2100 2200 انك انت تلاقي حد يرد عليك، ده يا اما هو جراند ماستر يا اما هو إليان، يعني راجل متخفي في إليان. نشوف التفريعات بتاعته. هنبدأ e4، e5، نايت c3، نايت f6، f4، d5، تمام. هناخد التفريعة بتاعتنا احنا، تمام، نايت c6، نايت f3، تيك. هنبدأ نزج على الحصان، الحصان ملوش اي خانة يروح فيها غير انه يرجع g8، d4، b5 مش هناكل، بيشوب b5 هياكل برضه مش هناكل ولا هنقول له اي حاجه، بس احنا هنربط عن طريق ايه؟ الوزير، كوين e2، ان كان مش ما ينفعش ياكل عشان الملك مغشوش. هيبدا يضايق الفيل، ناكل تشيك، تيك، كوين تيك، هيغطي بالكوين، بيشوب، كده كل امورنا في التمام. طيب في تفريعة تانية لو هو ما لعبش اللعبة دي، تمام، هو لعب تفريعة تانية، تمام، كلب الحصان، تمام، دي فور نزق على الحصان، هيبدأ يمشي بالحصان، نزق على الحصان التاني e5، تمام، لازم يرجع بيه للجي اي، كده يبقى احنا كسبنا عليه نجلات وانتشار، تمام. نايت f3 هيلعب عليها d6، بيشوب c4 ياكل ولا كان شايفه، نايت g5، تمام، انا طالب المربع ده، تمام، هياكل برضه ولا كان شايفه، هعمل تبييته، تمام، بيجي المربع ده مضروب بثلاث قطع، تمام. مش بس كده، ده انا هكمل تاني بعديه، هو كل برضه ولا كأن شايفه، تشيك، تمام، هيمشي بالملك، تشيك، كوين تشيك، لازم يمشي بالملك طبعا، تشيك، هيغطي بالفيل، تشيك، تشيك. طبعا ايه الملك بتاعه بيجي ايه في الشارع، يعني الملك بيجي في الشارع وسهل اصطياده جدا 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 جدا، هيمشي طبعا، انا ملك في نص الرقعة لازم اصيده. فيينا اوبننج مباراة تعتبر خطيرة جدا جدا، بس لازم الابيض ياخد باله من كل حركة وكل نجلة ويعرف الرد بتاعها ايه عشان ما يتوهش في النص، تمام.
اتلعبت ليها مباريات جميلة. بوبي فيشر لعب مباراة بالفيينا اوبننج، ايفان شوك لعب فيها، اندر ياكن لعب مباراة هنشوفها اهي. بدأ نايت طبعا مع اختلاف ترتيب النجلات، نايت اف 6 اي 4 اي 5 اف 4 دي 5 تيك تيك لغايه دلوقتي هو ماشي في المين لاين. نايت اف 3 بيشوب سي 5 دي 4 بيشوب بي 4 بيشوب دي 2 سي 5 تيك، نجل عليها علامة تعجب تيك، التفوق للأسود بيشوب تيك تيك، ما زال التفوق للأسود 7 من 10. نايت جي 1 تبييت بيشوب سي 4 نايت سي 6، في اكتر من تفريعه وما زال لغايه دلوقتي واحد كامل للاسود. سي 3 تيك تيك كوين، المباراة الثانية بين بوبي فيشر ومورايسون اتلعبت سنة 1964. بدأ بوبي فيشر اي 4 رد عليه اي 5 بيشوب سي 4، دي البيشوب ايبننج اللي هتتحول لفيينا، ودي ميزة من ضمن ميزات الافتتاحيات ان انا ممكن احول افتتاح لافتتاح بس يكونوا قريبين من بعض. نايت اف 6 نايت سي 3 نايت سي 6 3 نايت اوبننج ستايل فيريشن فيينا توب على طول اف 4 نايت تيك نايت اف 3 نايت تيك تيك بيشوب اي 7. هنا مباراه جديده كليا، يعني الخطوات اللي قبل كده اتلعبت كذا مره لكن دي المباراه النجلات اللي جايه جديده. تيك دي 6 بيشوب اف 4 تيك كوين تيك تشيك بيشوب تيك نايت تيك نايت تيك تيك كسب لونج كسب سي 6 روك اف 1 بيشوب اي 7 بيشوب دي 6 تيك تيك بيشوب جي 4 اتش 3 بيشوب اتش 5 روك على الصف السابع، وده اخطر مكان للروك وانشط مكان للروك. بي 5 بيشوب بي 3 اي 5 مهدد ان هو يزنق الفيل، فلازم يلعب نجله زي دي عشان يحافظ على وضعه. تمام اي 4 بيشوب جي 6 روك، جواز الروكين مع بعض لغايه دلوقتي الروكين على نفس الفايل وده قوة للركين. بيشوب اي 4 جي 3 بيشوب اف 5 مهدد البيدج ومهدد الرك، ماشي بالرك بيشوب تيك روك تيك 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 جي 6. هنا بدأت هتبقى في اضعافات على جناح الملك. بيشوب بي 3 اي 4 مهدد البيشوب، بيشوب هيرجع لمكانه. الوتر ده بالنسبه للبيشوب مهم جدا 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 جدا، ضارب البيدج اللي على الملك. هنشوف حالا ايه اللي هيحصل. بيشوب جي 4 روك دي 4 اتش 5، ودي النجله تعتبر يعني بلندر لانه روك تيك تشيك ما يقدرش ياخد بالبيدج لان البيدج مربوط على الملك. الملك اتش 7 روك اف 6 ملك جي 7 الروك، جواز الروكين برضه عشان يحميهم، وبيجي فيه ضغط هائل على ده الرخين الفيل لازم يحمي
rook e7, bishop d5, rook e7, c4, king g8, king d2. الملك قطعة مهاجمة في الاند جيم. روك e2 تشيك، كينج c3، روك e3 تشيك، كينج d4، روك e7، c5. هنا بيجي عند بوبي فيشر بيدك سالك تاكا تاكا، البيدك ده هيوصل. روك c7 c6 روك d8 كينج c5 روك d7 روك تيك كينج g7 روك a4 روك d6 روك e7 b4. وهنا الاسود بيستسلم لان بيدجين سالكين ملهمش اي حل، هيرجي وهيكسر كل القطع. كوين e2 بيشوب f5 نايت h3 بيشوب تيك e3، نجلة عليها علامة تعجب غريبة جدا يعني. هو الوزير حامل بيدك بس هيتاكل. تبييض طويل اغرب منها، الملك ما حاولوش اي عساكر تحميه او بيدك تحميه. كمل روح c8 بيشوب b3 حصان a5 كوين. الملك طلع على b2، ما زال التفوق 2/10 الاسود. تيك تيك f6 e6 كوين d5 تيك روك fe8 روك روك c6 c4 روك تيك 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 تيك. بيجي عنده بيدك على الرغم ان التشيك الملك هيمشي يروح اي مكان، بيجي عنده بيدك سالك ملوش اي حل. تاكا 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 تاكا، بيدك سالك ملوش اي حل. تمام. تاك 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 بيدك ترك 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 ترك. شكرا 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 شكرا. وفاز الابيض بالفيينا اوبننج.